عاد الفنان مصطفى قمر من استراليا بعد أن صور هناك كليب عنوان أنا متطمن، وهو العنوان الذي سيحمله ألبومه الجديد. مصطفى قمر جسد في الكليب شخصية حرامي يسرق إحدى محلات المجوهرات في مدينة سيدني. الأغنية كلمات أمير طعيمة ولحن محمد النادي وإخراج الفرنسي ستيفن رينارد الذي يتعاون قمر معه في معظم كليبات. يفتكرني هسيبه.